النظام الشمسي موطننا واسع ساحر وهادئ. فكروا مجددا، يوما لم تكن هناك إلا سحابة رقيقة ضخمة من الغاز، كيف انتقلنا من هذا إلى هذا؟ عندما ننظر هناك نبحث عن جذورنا، ماذا حل بنا؟ عندما نجمع أجزاء تاريخ نظامنا فهو يوحي بولادة عنيفة ومدهشة. هي أشبه بلعبة الفليبرز. هي أحداث عنيفة بإتقان. هي قصة البقاء المطلقة تشكل نظامنا الشمسي. على مدى التاريخ أثارت الشمس والكواكب الرهبة والعجب في نفوس مراقبيها من البشر، فقد راقب أسلافنا السماوات بذهول متخيلين قوة الأشياء الوضاءة التي نطلق عليها اليوم اسم كواكب، راسمين خرائط لأسفارها عبر السماء. إن الحقيقة تكمن في أنه طالما يوجد أناس تجدهم ينظرون إلى السماء، نحن ننظر إلى ما نراه فيها ونتساءل عما يربطها بنا. شيد الأقدمون النصب والمعابد والأهرامات للتنبؤ بالأحداث الكونية ولعبادة الآلهة. لكن أول تلسكوب أظهر كونا مختلفا عن أي شيء تخيلناه. بدأنا نرى ما هو موجود حقيقة هناك. إنها ليست آلهة بل كواكب ونجوم وسحب هائلة من الغاز. في العام 1755 أولى العالم والفيلسوف الألماني إيمانويل كانت اهتمامه بهذه السحب الضخمة، فتوصل في ذلك السياق إلى إحدى أوائل النظريات الحديثة حول كيفية تكون النظام الشمسي. كل هذه السحب الجميلة ما بين النجوم بالغة الأهمية، فهي المكان الذي ولدت فيه النجوم وتتشكل فيه الكواكب. إن فكرة كانت الرئيسة تتمثل بأن الغمائم تنهار وتتكاثف فتشكل الكواكب والنجوم، هذا ما يعرف بالنظرية السديمية. بعد مرور 250 عاماً ما زالت نظريات كانت تساعد في شرح ولادة منظومتنا الشمسية. اليوم تظهر الأرصاد الجديدة كيف تتخذ الشمس والكواكب والأقمار في منظومتنا الشمسية أشكالها. توصل علماء أمثال البروفيسور جيف هيستر إلى أن يسبروا غور أسرار قديمة العهد حول عملية تكوينها. أصبحنا نملك الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها الناس أنفسهم منذ فجر البشرية، وهي تغير نظرتنا إلى أنفسنا. تعمل الدكتورة ميشيل ثالر كفلكية مع فريق التلسكوب الفضائي ناسا سبيتزر. إنه رابع وآخر ساتل تابع لبرنامج ناسا. إنه المرصد الضخم، وهو يزود العلماء بنظرة جديدة تماماً عن الكون. ما يحدث اليوم هو أننا نرى الكون على حقيقته وليس كما يفهمه البشر. أحد الأساليب لإثبات كيفية تكون نظامنا الشمسي يتم عبر مراقبة تشكل الأنظمة البعيدة الأخرى. لكن إذا افترضنا أن كانت مصيب في نظريته وأن الأنظمة الشمسية الجديدة تتكون بعمق داخل سحب الغاز ما بين النجوم، فقد لا نرى حدوث ذلك. تبين أن ما تراه عين الإنسان ليس القصة بأكملها، فهناك الكثير مما يعجز الإنسان عن رؤيته بالعين المجردة. إن كل الأشياء ذات الحرارة التي ما فوق الصفر الثابت تبعث طاقة ما تحت الحمراء، وهي ضرب من الإشعاع له طول موجي يتجاوز الضوء المرئي. يبعثر الغبار الضوء المرئي لكنه لا يبعثر الطاقة ما تحت الحمراء. يعجز التلسكوب التقليدي عن الرؤية داخل الغمائم الغبارية، لكن سبيتزر يستخدم مجساته ما تحت الحمراء للتحديق في داخلها. أثبتت التقنية عينها نجاحها بالنسبة إلى رجال الإطفاء. هذه الغرفة مليئة بالدخان، ما من سبيل لترى ما يحصل في الداخل بعينيك أو الكاميرا، لهذا تستخدم مراكز الإطفاء كاميرات مزودة بأشعة ما تحت الحمراء لرؤية الناس داخل الغرفة المليئة بالدخان، وهي ترى حرارة جسم الإنسان. هكذا يعمل سبيتزر، ينظر عبر سحب الغاز لرؤية الكواكب في داخلها كما يفعل هؤلاء الشبان.
الضوء المرئي يحجب تماما بأشياء كالدخان والغبار، لكن الضوء ما تحت الأشعة الحمراء فطوله الموجي أطول، وهذه صدفة سارة لنا إذ لا شيء يعيقها في كيمياء الدخان والغبار. استوعبتم الآن قدرة على رؤية الأشياء التي لم نكن نراها من قبل عبر استخدام التلسكوب الفضائي سبيتزر. إن الكاميرا في غرفة مليئة بالدخان شيء، والتلسكوب في الفضاء الخارجي شيء آخر. على الأرض في العام 2003 تنتظر ثلر وزملاؤها بحماس أولى معطيات سبيتزر. هناك على المحاك نظرة فريدة في نوعها حول أصول منظومتنا الشمسية. حرفياً ما من أحد رأى شكل الكون من خلال هذا النوع من الضوء، لذا دهشنا في البداية من هذا الجمال، إذ لم أتوقع أن تكون الصور التي زودنا بها سبيتزر مبهرة هكذا. إنها جميلة، لكن هذه ليست مجرد صور جميلة بشكل حاسم. نحن نتعلم المزيد عن ولادة منظومتنا الشمسية من خلال مراقبة تشكل العوالم البعيدة. أحد امتيازات مراقبة تشكيل النجوم هو أنك تعود فعلياً بالزمن إلى الوراء، أي إلى ما حدث منذ مليارات السنين. ما تظهره هذه اللمحة من الزمان الغابر هي لقطة فوتوغرافية عن أقدم مراحل تكون النظام الشمسي. هذه أفضل صورة داخل انهيار الغمامة. استطعنا أن نراقب مع سبيتزر اللحظة التي بدأ فيها الغبار بالتجمع، ثم بدأ يدفأ لتنشأ النجوم الجديدة. اتضح أن نظرية كانت البالغ عمرها 250 عاماً صحيحة أساساً. بدأت غمامتنا بالانهيار منذ ما يجاوز 4.5 مليار سنة. يرجح أن الغمامة كانت تدور في الفضاء منذ نشأتها، لكن مع انهيار موادها صارت تدور بسرعة أكبر. هذا يتطابق مع قانون الفيزياء المعروف بصيانة زوايا القوة الدافعة. مع انكماش الغمامة تتركز الكمية ذاتها من الطاقة الآن في فضاء أصغر للحفاظ على القوة الدافعة عينها، ما يستوجب زيادة في سرعة الدوران. جاءت الدكتورة سولانج راميريز من كالتك إلى حلبة باسادينا للتزلج على الجليد لتشرح الأمر. في بداية المنظومة الشمسية كانت الغمامة واسعة وممتدة وتدور ببطء، لكن عندما بدأت بالانهيار ازدادت سرعة دورانها أكثر. هذا ما يحدث مع المتزلج تيم حين يدور بذراعين مفتوحتين، يكون دورانه بطيئا، أما حين يجذب ذراعيه إلى الداخل تصبح حركة دورانه أسرع. بينما تبدأ الغمامة بالانهيار بفعل جاذبيتها الخاصة، ومع ازدياد سرعة دورانها تتشكل كتلة كثيفة من المادة في الوسط، وهي تسمى الغيمة الغازية الغبارية. في البداية كانت الحرارة ناجمة عن الاحتكاك، لكن مع وصول الكتلة 18 مليون درجة مئوية يحصل الالتحام النووي الذري. ولد نجمنا منذ أكثر من 4 مليارات سنة ونصف المليار سنة. تنصهر ذرات الهيدروجين بعضها ببعض لتشكل غاز الهيليوم، وفي سياق هذه العملية تطلق الفوتونات. إنها أول نور منبعث من شمسنا، وسوف يبقى مضيئاً 4 مليارات سنة. فرن نووي ضخم يبعد عنا ملايين الكيلومترات. تبدو هذه العملية عن بعد وكأنها هادئة، حيث تبعث قوة الشمس بلطف أشعتها في أوائل المنظومة الشمسية. كانت شتى أنواع النشاطات جارية وأمور عديدة تتغير بسرعة وبعنف، انفجارات وإشعاعات كثيفة. أصل نشأتنا كان حدثاً مثيراً. اقترحت الأبحاث الأخيرة أن ولادة المنظومة الشمسية لم تكن هادئة كما يبدو لنا. لعل ولادة شمسنا نجمت عن أعنف الأحداث في الكون. الانفجار المميت لنجم آخر، وحتى قبل هذا يبدو أن انفجاراً هائلاً قد وقع فتولد عنه كون كامل. الانفجار الكوني الكبير، لا أحد يعرف ما الذي تسبب به،
لكننا نعتقد أن الانفجار الكبير نجم عنه الفضاء والزمن وكل المادة الموجودة في الكون. حتى الآن لا يزال هناك لغز بالنسبة إلى علماء الفيزياء الفلكية أمثال البروفيسور ستان وورزلي. لم ينتج الانفجار الكبير أي من العناصر الكيميائية 88. عندما نلتفت من حولنا لا نرى الهيدروجين والهيليوم، بل نرى الكواكب والناس، ونحن مصنوعون من الكربون والأكسجين. أما الكواكب فمن الحديد والسيليكون، وهذا نشأ من مكان غير الانفجار الكوني الكبير. هنا على الأرض تعلمنا كيفية صناعة عناصر جديدة لأنفسنا، التكنولوجيا النووية. الأمر ذاته يحدث داخل النجوم. ينصهر الهيدروجين والهيليوم من الانفجار الكوني الكبير ليشكلا عنصرين أثقل. فإذا كان النجم كبيراً كفاية، فإنه يفعل شيئاً مبهراً في نهاية عمره، إذ ينفجر. الطاقة المنبعثة من انفجار النجم العظيم سوبرونوفا مساوية لحجم الطاقة التي ستبثها الشمس في عمرها البالغ 10 مليارات سنة. النجم العظيم سوبرونوفا يولدها بأقل من يوم، ثم يتمدد لعدة أشهر في أعقابها، فيصبح مع تمدده أكثر إشراقاً وكأنه مجرة كاملة. تؤدي أقصى العمليات النووية داخل النجم الذي يحتضر إلى اندماج العناصر التي أنتجها النجم في الحياة لصناعة عناصر أثقل، ومع انفجار النجم يفجر هذه في الفضاء. في موتها تنتج عناصر أساسية لصناعة الكواكب والحياة في مكان آخر. إنها تفيض بملايين السنين من التفاعلات النووية في الغاز الموجود ما بين النجوم. هذا هو الأساس لبعض الغيوم التي تشكل تدريجياً نجوماً جديدة، على الرغم من أنها منتشرة بشكل متباعد ورقيق، بحيث يصعب معرفة ما يتسبب بانهيار الغيمة هكذا. إن الطريقة المثلى للاكتشاف تتم عبر فحص المواد التي تكونت منها الغيمة في الماضي. هذا يعني فحص أقدم نوعين من المواد في المنظومة الشمسية، الكويكبات والمذنبات. لكن هذا بدوره يعني وضع تكنولوجيا تخولنا استحضار نماذج من المذنب. إن المذنبات هي بقايا من مستهل المنظومة الشمسية، وقد تحمل في طياتها مفاتيح لأصولنا. لكن قبل أن يتمكن العلماء من دراستها بعمق، احتاجوا إلى نماذج. في العام 1981، هذا الرجل الدكتور بيتر تسو من الناسا باشر العمل في فكرته لإعادة شظايا المذنب إلى الأرض. هو أشبه بالتحقيق الجنائي الفضائي، وكأنك تشاهد برنامجاً تلفزيونياً، مشهد جريمة، حيث يعثرون على رقاقة من الطلاء أو على خصلة شعر. الأمر مشابه لما نحاول عمله. صممت سو وزملاؤه المسبر ستارداست الذي يسافر نحو نصف مليار كيلومتر من الأرض بهدف جمع حبات الغبار من المذنب وايلتو. توجد مشكلة واحدة، إن ذرات الغبار ستتحرك أسرع ب6 مرات من سرعة رصاصة المسدس، ومن الضروري جداً أن يجلبها تسو إلى الأرض سليمة. نحتاج إلى مادة خاصة لنتمكن من احتواء السرعة الكبيرة للرصاصة لننجح في التقاطها من دون تكسيرها. لذا يتوجب علي الإمساك بالرصاصة من دون تحطيمها. اضطرت سو إلى إجراء ما يناهز 2000 اختبار ليصقل مادة التقاط المذنب. إنها مصنوعة من المادة الكيميائية المطابقة للزجاج، ثاني أكسيد السيليكون، إلا أنه أقل كثافة ب1000 مرة. أطلق عليها تسو اسم منحدر هلام السيليكا الجوي الأملس. إن كان من شيء يمكنه إيقاف حبات المذنب فهي هذه المادة. مع وجود الهلام الجوي لإمساك الخلايا على متنه، أصبح المسبر جاهزاً للانطلاق في 7 شباط فبراير من عام 1999. انطلق في أعلى المكوك دلتا. إنها رحلة 3 مليارات كيلومتر وتستغرق 5 أعوام، لكن تدريجياً دنت ليلة لقاء المذنب. في ميشن كنترول لم يكن بمقدور تسو وزملائه سوى الانتظار. لقد أجرينا العديد من المهمات التجريبية الزائفة، لكن السؤال المطروح يبقى: هل ستصادف مذنباً؟ وحتى لو صادفت مذنباً، هل ستجمع الغبار؟ سوف يكون الوضع مروعاً لو عادت من دون الغبار. أخيراً في العام 2006 عادت الكبسولة لتخترق الغلاف الجوي للأرض.
هبطت بسلام، فتسارع العلماء لتسلم الشحنة الثمينة لنقلها إلى المختبر. حالما فتحوها أدركوا أن المهمة تمت بنجاح. إذا التقطت ذرة واحدة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من دون المجهر، فسوف أكون راضيا. هذا إنجاز مذهل، هي أول ذرات سليمة لمذنب تصل إلى الأرض. قد تكون الحبات صغيرة جدا، لكنها تتضمن كنزا من المعلومات. نحتاج إلى أعوام عديدة كي نتوصل إلى فهم عملية تشكل المنظومة الشمسية. لعلها ستستغرق زهاء العقدين من الزمن لاستخلاص ما نستطيعه. قد يحتاج الفريق للانتظار عدة عقود للتوصل إلى كل النتائج، لكن في هذه الأثناء يسعى آخرون لسلوك نهج مختلف. إن المذنبات ليست النماذج الوحيدة عن المواد من بداية النظام الشمسي. النيازك قديمة أيضاً، وهي تتمتع بميزة كبيرة، إنها تأتي إلينا. إن الأمر المذهل هو أنك كلما التقطت شعوباً فأنت تأخذه مباشرة إلى المختبر، ما عدا بعض الاستثناءات. وهناك نؤرخها، الإجابة هي أن عمرها 4.5 مليار سنة. إنها قطع تعود إلى بداية المنظومة الشمسية. إذن تجد بين يديك قطعة ملموسة تربطك وتربط وجودنا وتربط التاريخ الذي أتى بنا إلى هذا الوجود مع الكون الأكبر. بعد تحليل مستفيض، اكتشف فريق هستر عناصر مشابهة للحديد 60 محصورة داخل النيازك. هذا أمر غير متوقع بتاتاً. إن الحديد 60 يضمحل نسبياً بسرعة، لذا لا ريب أنها جاءت من مكان قريب. فلو أنها جاءت من مسافة بعيدة، كان من المفترض أن لديها متسعاً من الوقت كي تضمحل وتتحول إلى عنصر نظير مختلف قبل أن يوقعها النيزك في الشرق. نجم سوبر نوفا هو الوحيد القادر على إنتاج الحديد 60، ما يؤكد وجود سوبر نوفا ناشط بمحاذاة الشمس الناشئة. إن العثور على قطعة من الدليل الملموس الذي يقول إنه ما من شمس مبكرة أو نظام شمسي مبكر في حالة من العنف بالقرب من النجم العظيم قد دل على وجود سوبرنوفا مجاوراً، وهذا يعتبر مفاجئاً. أدركنا أن هذا الاكتشاف سوف يغير طريقة تفكير الناس حول ما يجري، وسيغير مفهومنا لأصل النظام الشمسي. على الرغم من القوى العنيفة المحررة، قد يكون نظامنا الشمسي قد شكل إلى جانبه سوبرنوفا. هذه أحداث عنيفة وحادة، وهي تغير شكل كل شيء يحيط بها. الموجات الصادمة الناجمة عن انفجار نجوم السوبرنوفا تضرب كل شيء في 20 سنة ضوئية، انفجار قنبلة مجرية. الأمر الذي يثير الدهشة هو أن كل تلك القوة المدمرة قد تكون ما نحتاج إليه تماما. تستطيع موجات الانفجار دفع المواد المتناثرة نحو بعضها أسوى بالمكنسة التي تجرف الغبار، لذا قد يكون السبب الكامن وراء انهيار غيمتنا الضخمة من الغبار هو انفجار ناجم عن نجم سوبرنوفا مجاور. سترسل موجات صادمة فتضغط الغاز لسنوات ضوئية حولها، يتسبب ذلك الضغط في ولادة نجوم أخرى. من الممكن لموجة الانفجار أن تجرف سوياً المواد من غمامتنا. عندما تنضغط بما يكفي، يبدأ مفعول تأثير الجاذبية، ومعها يبدأ انهيار الغيمة. داخل الغيمة تجري الكواكب ملتفة كالدوامة حول الشمس الناشئة، متخذة شكلها. اليوم بدأ العلماء بفهم العملية المذهلة التي أدت إلى تشكل الكواكب. أعوام أربكت العلماء عملية التشكل الكوكبية. يعتقد بعض الفلكيين الآن أن الكواكب تنشأ ضمن قرص ذرات الغاز المحيطة بالشمس الحديثة الولادة، لكن هذه المادة تنتشر رقيقة كي تجذبها الجاذبية وتجمعها بشكل كتل. هكذا في العام 2003 توصلت بعض الاختبارات التي أجراها الهواة على متن المحطة الفضائية العالمية International Space Station قد تكون حلت هذا اللغز القديم. يرسو رائد الفضاء دون بوتي ويقرر أن يمضي وقت فراغه في الفضاء. يعبث في أرجاء المكان مجرياً بعض الاختبارات لاكتشاف سلوك الذرات في بيئة خالية من الجاذبية. يأخذ حبوباً متنوعة،
مثل البن والسكر والملح، يضعها في أكياس ويراقبها حين تلتصق بعضها ببعض، فيدرك أن احتكاكها داخل الأكياس قد أدى إلى توليد شحنة كهروسكونية تجذب الذرات نحو بعضها البعض لتشكل كتلة. إن الشحنات الكهروسكونية ذاتها كانت ستولد لو أن التجربة قد أجريت على الأرض، لكن على الأرض قوة الجاذبية الأقوى بكثير كانت ستجعل مراقبة النتائج مستحيلة. أدرك بوتي وزملاؤه أن ما يرونه في الأوضاع الخالية من الجاذبية في المحطة الفضائية قد يكون حدث أيضاً في البيئة الخالية من الجاذبية في بداية النظام الشمسي. إن الذرات الموجودة في القرص الكوكبي الأولي قد تشحن بشكل ما لتجذب بعضها بعضاً. هذه العملية تعرف بالنسبة إلى علماء الكواكب أمثال جاك لساور باسم النمو الالتحامي. نحن نرى مؤشرات على النمو الالتحامي في حياتنا اليومية. تتكثف قطرات المطر من قطيرات صغيرة جداً تحيط بقطع صغيرة من الغبار، فتتصادم بعضها ببعض بينما تنهمر تماماً، كما تصطدم الحبات في الغمامة الشمسية فتلتحم لتشكل أجساماً أكبر. حالما تبلغ الكتل حجم الجبال فهي تولد طاقة جاذبية ضخمة، إنها تضاهي القوة الكهروسكونية ما يزيد من سرعة العملية بأكملها. تنمو الكتل في حوالي مليون سنة لتصبح بحجم مدينة من حطام الكواكب أو أطلال الكواكب، ثم تواصل نموها لتبلغ الحجم الكامل للكواكب. تحافظ الجاذبية على تراصف هذه الكواكب في مداراتها حول الشمس. كانت تعرف تقليدياً باسم قوة الجذب الغامضة. منذ أيام أينشتاين تكون لدى العلماء مفهوم جديد عن الجاذبية. غالبية الناس تعلم أن جاذبية الشمس هي التي تجعل الكواكب تدور في مداراتها حول الشمس. ما سنفعله هنا هو أننا سنتمعن بعمق في ماهية الجاذبية. الآن إن أول قانون للحركة وضعه نيوتن، وهو قانون الاستمرارية، ينص على أن الشيء الذي يتحرك بخط مستقيم وبسرعة ثابتة سيواصل حركته تلك وهكذا. فإن هذا المشهد من فوق يجعل ننظر إلى أسفل، فلنرى سطحا مستويا، وإذا أخذت هذه الكرة التي تمثل كوكبا ودحرجتها عبر هذا السطح المنبسط فهي حتما ستجري بخط مستقيم وبسرعة ثابتة. لقد ذكر أينشتاين أنك إذا أخذت كتلة ككتلة الشمس مثلا فإن هذه الكتلة يمكنها التأثير على مسارها مما يجعلها تنحرف وتغير شكل الزمان الحيزي، إنها لا تبدو منحرفة بالنسبة إلينا، فإذا ألقيت نظرة على الصورة التي التقطت من أعلى ما زالت تبدو مسطحة كما في السابق، في الواقع هي منحرفة. فعندما أخذ كوكبي وأنقله عبر الزمان الحيزي المنحرف فهو يحاول أن يسلك الخط المستقيم، لكن هذا الخط غير موجود. إن تأثير الزمان الحيزي المقوس هو ما ندعوه الجاذبية. تبث الجاذبية قوة متساوية في كل اتجاه، وهكذا فإن تأثيرها يتمثل دوماً بجذب المادة بشكل متساو نحو النقطة المركزية في الجسم. بناءً على ذلك، عندما تكون الجاذبية قوية كفاية فإنها تعيد صقل أي جسم بشكل بيضوي. هذا هو السبب الكامن وراء كون كل الكواكب بيضاوية الشكل في النظام الشمسي، وليس وارداً وجود أي شكل آخر. إن جميع الكواكب كروية وهي منبثقة عن قرص أصلي واحد، لكن ينتهي بها المطاف جذرياً كعوالم مختلفة متميزة مثل كوكب المريخ الصخري وكوكب المشتري الغازي. تصب هذه الفروق بالأصل في خانة قانون فيزيائي أساسي، تتكاثف أنواع مختلفة من المواد على درجات حرارة متباينة. الأمر مرتبط بدرجة الحرارة المحددة، ما هو الغاز وما هي المادة الصلبة، هذا كل ما في الأمر. في البداية كانت كل المادة المحيطة بنجمنا الناشئ شديدة الحرارة وفي الحالة الغازية. بعدها بالخروج أكثر ومع برودة الأشياء تبدأ المادة بالتكثف في الغيم مثل كتل الثلج الرقيقة التي تتشكل على الأرض. النظام الشمسي الداخلي الأقرب من الشمس يبقى حاراً شديد الحرارة لكي يسمح للغازات والثلوج بالتكثف. في هذه الدرجات من الحرارة سوف تتبخر فورياً، لكن الذرات المعدنية يمكنها أن تتكثف هنا،
والكوكب الذي يتشكل في هذه المنطقة وهو معدني بدرجة عالية عطارد. يعتبر العالم بالفيزياء الفلكية ستيف ديتش مرجعية في تشكل الكواكب، برهنت أبحاثه مدى عدائية عالم المشتري. إنه لا يملك غلافاً جوياً أو محيطات، هو مجرد صخرة، والجهة المقابلة منه للشمس تميل لتصبح حارة بما يكفي لتذوب الرصاص. إنها تبلغ مئات الدرجات المئوية. يعود الفرق في الحرارة القوية إلى قرب كوكب عطارد من الشمس، فهو أقرب بثلاث مرات منه إلى الأرض. ابتعد أكثر عن الشمس فتخف الحرارة قليلاً بزهاء 550 درجة مئوية. الآن يمكن أن تتكثف المزيد من الذرات الصخرية، وبالتالي فإن الكواكب الأكثر تحجراً وهي الزهرة، الأرض والمريخ تتكون في هذه المنطقة. بما أن كوكب الزهرة يدور في مدار يناهز 50 مليون كيلومتر بعيداً عن الشمس من عطارد، بالتالي نتوقع أن تكون مكاناً ملائماً ومضيافاً أكثر. إن كوكب الزهرة هو أقرب ما يكون على الأرجح في النظام الشمسي من مفهومنا لجهنم. الضغوط هائلة والحرارة مرتفعة وتمطر حامض الكبريتيت. إذا ما ابتعدنا 42 مليون كيلومتر عن الأرض. أعطي لكوكب الأرض كنية الكوكب ذو الشعر الذهبي. هو ليس حاراً جداً وليس بارداً جداً، ويدور في محور على مسافة مناسبة من الشمس. هذا ما يجعله موصلاً للحياة. إن للأرض طبقة أوزون واقية تحمينا من الأشعة ما فوق البنفسجية المؤذية، وحقلاً مغناطيسياً يجعل الإشعاعات الكونية الفاتكة تنعطف. الأرض اليوم هي الكوكب الوحيد في منظومتنا الشمسية الذي يتمتع ببيئة ملائمة للحياة البشرية. لكن منذ زهاء 4 مليارات سنة يعتقد أن الأشياء كانت مختلفة تماماً. في البداية كانت المسافة ما بين الأرض والشمس، وكانت الحرارة شديدة تسمح بتكثف الماء. ففي الأيام الأولى لنشوء المنظومة الشمسية كانت الأرض والكواكب الداخلية الثلاثة الأخرى جافة 100%. اليوم تغطي المياه حوالي ثلثي سطح الأرض، ومن دونها لا وجود للحياة. لكن لو لم تكن موجودة منذ البداية فكيف وصلت إلى هنا أصلاً؟ استناداً إلى ديتش والعديد من زملائه، فإن الكويكبات على الأرجح تحمل المياه. لعل هذا مصدر المياه على الأرض. حصلت الأرض على المياه من هذا العدد القليل من الكويكبات التي جاءت من المناطق البعيدة الرطبة. نحن جمعنا هذا الجزء الصغير منها. إن الماء ليس العنصر الوحيد الذي يجعل الأرض فريدة في نوعها بين أبناء عمها الكواكب. كذلك الأرض هي الكوكب الداخلي الوحيد الذي يملك قمراً. اليوم ما زال العلماء أمثال جاري لوفغرن يدرسون أوائل النماذج القمرية التي جلبها رواد فضاء المكوك الفضائي أبولو منذ 30 عاماً. يعمل لوفغرن في منشأة تخزين قمرية آمنة، حيث تحتفظ الناس بغالبية 400 كيلوغرام من الصخور التي أحضرت من القمر. طيلة أعوام كان العلماء يدرسون النماذج بهدف اكتشاف مفاتيح تفيدهم بمعلومات حول كيفية تشكل القمر والمنظومة الشمسية الأوسع. إنه مصدر لا يقدر بثمن بالنسبة إلى الجيولوجيين، وقد أعطى رواد فضاء أبولو الأولوية لمهمة جلب النماذج معهم إلى الأرض، حتى ولو عنا ذلك أن يعصوا القوانين. حرص نيل أرمسترونغ شخصياً على أن نجلب مجموعة من الصخور ولو أننا عصينا القوانين كما فهمت، فحجب الرؤية عن الكاميرا، الأمر الذي لا يفترض عمله كي يملأ صندوقاً بالصخور. عندما تحلل النماذج في المختبر سرعان ما تقدم معلومات مفاجئة. اكتشفنا سريعاً أن كيمياء القمر مختلفة عن الأرض، وهي ليست كما توقعناها من خلال الأفكار التي كنا كوناها عن عملية تشكيل القمر. إن الصخور القمرية وبالتالي القمر عينه هي أصغر عمراً مما ظنناه. كل النظريات التي كنا نعتقد بها سابقاً قد ألقيت من النافذة، وقد مرت بضعة أعوام قبل أن تتبلور أفكار جيدة. وفقاً لنظرية الغمامة في المنظومة الشمسية الداخلية، لا تترك عناصر كافية أبداً من الضوء من التشكيل الكوكبي لكي يتكون القمر. يبقى لغزاً علمياً حتى،
عقب عقود من العمل الدؤوب يستخلص العلماء نظرية جديدة. سيناريو عنيف ومدمر يشتمل على تعرض الأرض لضربة قوية تلقتها مع الكواكب. في العام 69 كان نيل أرمسترونغ أول رجل يمشي على سطح القمر. عندما جلب رواد فضاء أبولو النماذج القمرية معهم، تمنوا أخيراً فهم كيفية تشكل قمرنا. إن دراستهم للنظائر الكيميائية في النماذج تقترح أن القمر يحتوي على مادة كانت في الماضي جزءاً من الأرض، وهذا اكتشاف غير متوقع أبداً. وقع العلماء في حيرة من أمرهم في كيفية تبرير وصول هذه المادة إلى هناك. لكن تدريجاً برزت نظرية جديدة جريئة. تقترح النظرية أنه في بداية المنظومة الشمسية كان يوجد 20 شيئاً بحجم الكوكب عوضاً عن 8 التي كانت تدور في محور حول الشمس. عندما تفكر في المراحل الأولى لتشكل الكوكب يمكنك أن تفكر بها كلعبة الفليبرز، حيث تدور فيها كل هذه الأشياء وأحياناً قد تصطدم بعضها ببعض. إذا عدنا بالزمن إلى ما قبل 4.5 مليار سنة، كانت الأرض في مسار متصادم مع جسم يطلق عليه اسم ثيا، وهو بحجم كوكب المريخ نفسه. إذا وقع هذا الاصطدام اليوم فلعلها ستكون نهاية الجنس البشري، قد تكون مساوية لانفجار العديد من قنابل الهيدروجين على سطح الأرض. إنه تأثير تبديد العالم. إن انفجار مادة بمثل هذه القوة تتسبب بتطاير مليارات الأطنان من الصخور من جاذبية الأرض حيث تقذف في الفضاء. هذه المادة تلتقطها قوة جاذبية الأرض حيث تدخل في المدار، وهكذا عبر ملايين السنين تندمج وتصبح قمرنا. يشكل هذا الاصطدام دليلاً إضافياً على بداية عنيفة للمنظومة الشمسية، فترة دارت فيها أجسام لا تعد ولا تحصى في مدارات عشوائية، غالباً ما تدمر وتحطم، لكن بعض هذه الأجسام صارت صفة دائمة من نظامنا. الستيلان المريخيان فوبوس ودايموس يعتقد أنهما كانا كويكبان سابقان التقطتهما جاذبية المريخ حينها. هذان القمران صغيران نسبياً، حتى الجسم الأكبر فوبوس يبلغ 10 حجم قمر الأرض، والمريخ نفسه يبلغ ثلث حجم الأرض، لكنه ما زال ساحراً. كوكب المريخ مثير جداً، هو أشبه ببلاد العجائب بالنسبة إلى الجيولوجيين. مثلاً فيه أضخم واد ضيق في المنظومة الشمسية، فال مارينيراس، الذي يملك روافد جانبية قد تقزم الوادي العظيم على الأرض، ويوازي طوله الولايات المتحدة، وهو يشتمل على أكبر بركان في المنظومة الشمسية. إن كوكب المريخ هو الأخير من بين الأربعة كواكب الداخلية الأرضية الصخرية والأجسام التي تدور في محور داخل حزام الكويكب. لقد توقفت هذه الكواكب عند حجمها الحالي، ما أثار التساؤلات. كانت الصخور والمعادن النادرة في أوائل النظام الشمسي، تشكل 0.5% فقط من إجمالي المادة المتوافرة. كذلك عجزت الكواكب الداخلية عن جمع مركبات الغاز لأنها شديدة الحرارة بالنسبة إليها كي تتكثف هنا. تتكثف كل مركبات الغاز بعيداً في الخارج. قبل أن نصل إلى هذه المنطقة والكواكب الخارجية التي تظهر من هنا، يوجد حزام الكويكبات الذي يتوجب علينا مواجهته. يصور الخيال العلمي هذه كمنطقة مزدحمة يصعب عبورها. ثمة ما لا يقل عن عشرات الآلاف من الكويكبات في الحزام الكويكبي الذي يبلغ حجمه ما يزيد على 1.5 كيلومتر، ولن تمر بأجسام كهذه عندما تبحر بمركبتك الفضائية عبر حزام الكويكبات. يجب أن نصوب بدقة لنجعل المسابر الفضائية تزور الكويكبات. المسافة الوسطية التي تفصل ما بين الكويكبات في الحزام الكويكبي هي طويلة. مع اجتيازنا للحزام الكويكبي نضرب حدوداً خفية لكن حاسمة يطلق عليها اسم الخط المتجمد. نجد عند عبور هذه التخوم في الفضاء على مسافة 460 مليون كيلومتر من الشمس أنواعاً مختلفة
من الكواكب. كان في مكان ما من الحزام الكويكبي خط متجمد، وكل ما يتعداه بارد بما يكفي ليجعل الماء يتكثف. إنها عملية انتقالية تدريجية هامة جدا. تتخذ الكواكب شكلها وراء الخط المتجمد. إنها عوالم مختلفة جدا بالنسبة إلى الكواكب الداخلية، وذلك جراء أنواع المواد التي يمكن أن تتكثف في هذه المنطقة الأبرد. دون درجة الحرارة 123 درجة مئوية تحت الصفر، تتكثف مركبات الهيدروجين كالماء وغاز الميثان والنشادر. تتوافر بضعة تريليونات الأطنان من هذه المادة في النظام الشمسي الأول. لكن حالما تبلغ الكواكب الخارجية 10 أضعاف مقدار الأرض، عندها تخمر. في ذلك المقدار الخطير، تملك تأثير الجاذبية الكافي للبدء بامتصاص تريليونات الأطنان من الغاز. هناك تأثير كرة الثلج، مع ازدياد مقدارها تجذب الكواكب المزيد من الغاز. اعتبر ذلك بمثابة سباق حول النواة مع ازدياد قدرتها على جذب المزيد من الغاز مع بقاء المشتري وزحل في وضعهما الطبيعي داخل النظام الشمسي. سرعان ما تصبح كواكب ضخمة جدا، وبما أن الغاز يشكل 90% من إجمالها، فهي تعرف أيضا باسم عمالقة الغاز. أضخمها على الإطلاق هو كوكب عطارد. يبلغ مقدار هذا الكوكب العملاق 300 مرة أكثر من الأرض، بينما يضاهي حجمها 1000 مرة. استنادا إلى هاليفيسون، نحن محظوظون لأن كوكب عطارد قد بلغ هذا الحجم. إن جاذبية الكوكب قوية جدا، وهي غالبا ما تغير المسار المنحني للمذنبات التي لولا ذلك فهي قد تدخل المنظومة الشمسية الداخلية. يلعب كوكب عطارد دور الأخ الكبير الحامي الذي يحمينا من البيئة العدائية الموجودة وراء مدارها، وتحديدا توجد الكثير من هذه المذنبات الثلجية الصغيرة التي يمكن أن تدخل وتضربنا، والتي يجعلها كوكب عطارد تنعطف حيث يقذفها خارج نطاق المنظومة الشمسية. يعتبر كوكب زحل ثاني أكبر كوكب في المنظومة الشمسية، وتبين أننا محظوظون لأنه لم يكبر أكثر. بناء على محاكاتنا، إذا كان لديك كوكبان بحجم كوكب عطارد في منظومة شمسية واحدة، فإنها ستطيح بالكواكب الأخرى تدريجا. اقتربنا الآن. كوكب زحل ليس أصغر من كوكب عطارد بكثير، ما يعني أننا كنا على وشك أن نكون منظومة شمسية ثابتة. هي فكرة مفزعة. جاذبية كوكب زحل الأكبر حجماً تعمل بتناغم مع كوكب عطارد، ما يؤدي إلى امتصاص وتدمير كل الكواكب الأصغر حجماً. نشعر بالامتنان كون كوكب زحل لم يسلك هذا الدرب المشؤوم. عوضاً عن ذلك، نشأ ونمى ليتألق ويتوج منظومتنا الشمسية. كلما جعلت الناس ينظرون إلى الكواكب بواسطة تلسكوبي، تركت كوكب زحل للختام، وهو كوكب جميل ومبهر. إنه حتما كوكب مذهل وساحر. تتكون الهالات من مليارات الشظايا العالقة ما بين جاذبية كوكب زحل وأقماره. أي ذرات من الهالة قد تتراكم سرعان ما ستسحق لتصبح غبارا. يبعد كوكب أورانوس ضعفي ما يبعده كوكب زحل عن الشمس. هو ونبتون عالمان ثلجيان فيهما كمية غاز أقل من عطارد وزحل، وكأنهما يصلان إلى الاحتفال متأخرين. إن كوكب أورانوس مكان يبدو مسطحاً منبسطاً، لونه أزرق مائل إلى الأخضر، والفضل في ذلك يعود إلى طبقة الميثان الموجودة في أعلى غلافه الجوي. لأنه يتشكل على مسافة بعيدة، فهو يصبح عملاقاً ثلجياً أكثر منه عملاقاً غازياً. بما أن كوكب بلوتو خفضت منزلته رسمياً إلى منزلة الكوكب القزم، فإن الكوكب الأزرق الهادئ نبتون هو الآن الكوكب الأخير في المنظومة الشمسية. حتى وقت قريب كانت تعتبر هذه الأجسام آخر مركز في منظومتنا الشمسية. تغيرت فكرتنا عن المنظومة الشمسية بشكل جذري في العام 1992، وذلك مع اكتشاف البنية التي ندعوها حزام كايبر. يبعد حزام كايبر حوالي 45 مليار كيلومتر عن الشمس. هو موطن زهاء 70 ألف جسم متجمد ضخم.
يحتوي الحزام على العديد من الأجسام المتجمدة الصغيرة والجليد والصخور التي تعتبر بقايا متحجرة من عملية تشكيل الكواكب. وعلى بعد 1000 وحدة فلكية عن الشمس تقع غيمة أورد الغامضة، تتألف من 6 تريليونات مذنب، تشكلت غالبيتها في مكان قريب من الشمس كجزء من العملية عينها التي شكلت الكواكب. لكن تأثير جاذبية كوكبي عطارد والزهرة قد أرغم هذه الأجسام على الدخول إلى مدارات طويلة جداً وحملها إلى أماكن بعيدة عن نظامنا الشمسي. يعتقد أن الحواشي الخارجية لغيمة أورد هي الحدود الأخيرة، زهاء سنة ضوئية كاملة بعيداً عن الشمس. تقع وراء منظومتنا الشمسية مليارات من النجوم الأخرى، لدى العديد منها كواكبها الخاصة بها. لفترة طويلة كان العثور على كوكب حول نجم آخر إنجازاً هاماً في علم الفلك. المنظومة الشمسية الوحيدة والكواكب الوحيدة التي نعرفها هي منظومتنا الشمسية وكواكبنا. فجاء في العام 92 الاكتشاف الذي انتظرناه طويلاً، أول اكتشاف لنجم خارج منظومتنا الشمسية، كوكب يدور في محور نجم بعيد. أول كوكب اكتشفناه خارج منظومتنا الشمسية أكبر من عطارد في القسم العلوي من النجم، ولقد أطاح بما تعلمناه. يستحيل أن يتشكل جسم بهذه الضخامة في مكان قريب من نجمهم، إذ لا تتوافر مواد كافية هناك. إن طبيعة هذه الكواكب لا تتلائم ببساطة مع النماذج المتعارف عليها في تشكيل المنظومة الشمسية، وهي ليست مشكلة تنطبق على العوالم البعيدة. إذا أمعنا النظر في منظومتنا الشمسية، يتضح أمامنا وجود مشاكل في قاعدة نظريتنا حول كيفية تشكل الكواكب. نحن نخفق حين نحاول تطبيق نماذجنا وفقاً لمفهومنا لتشكيل الكوكب على أورانوس ونبتون، إذ لا يمكن بناء هذين الكوكبين في موقعهما اليوم. ببساطة، يفترض ألا تتوافر المواد الكافية في هذه المسافة عن الشمس لكواكب بهذه الحجم كي تنمو. هذا لغز. يبدو أن كوكبي أورانوس ونبتون في المكان الخطأ. هذا مجرد أحد الألغاز العديدة الغامضة التي تعجز نظرية الغمامة عن تفسيرها، فضلاً عن لغز حزام كايبر الذي وبناء على النموذج لا يفترض أن يتواجد هناك. والأكثر إرباكاً أن كل الفوهات البركانية على قمرنا تعود إلى التاريخ نفسه. تهدد هذه المشاكل مع بعضها بأن تقلل من شأن المفهوم العلمي لكيفية نشأة المنظومة الشمسية. لعل القمر هو أقرب جار لنا، ومع ذلك فهو يخفي الكثير من الأسرار. كونه لا يملك غلافاً جوياً أو مناخاً متيناً، بالتالي تطرأ القليل من التغيرات على المنظر القمري الطبيعي. لذا يعتقد أن ضربة صغيرة كل 4000 عام كافية لتبرر وجود الفوهات البركانية على سطحه. لكن عندما تكون مهمات أبولو التي جلبت نماذج الصخور القمرية التي تشتمل على حطام وبقايا الفوهات البركانية التي قذفتها الصدمات القديمة، وهذه النماذج تروي قصة مختلفة. اتضح لنا مع دراسة القمر أن عدداً من فوهات البراكين قد تشكلت منذ زهاء 4 مليارات سنة، وبات جلياً حدوث صدمات عالية التركيز على القمر خلال تلك الفترة. استخدم جيولوجيو القمر التأريخ بالقياس الإشعاعي لتحديد عمر النماذج، فجاءت مفاجأة كبرى، وهي اكتشاف أن نسبة عالية من الفوهات البركانية في القمر تشكلت خلال فترة وجيزة من القصف. ذكر الدكتور ديفيد كرينغ من جامعة أريزونا وهو خبير في هذه الحالة إن القصف العنيف أو التغير العنيف المفاجئ هو الذي أحدث تغيراً في سطح القمر. يخبرنا هذا الدليل من القمر شيئاً عن كامل الأصل والهندسة المعمارية للنظام الشمسي وتطوره. لا ريب أن عشرات الآلاف من النيازك الضخمة قد ضربت القمر منذ ملايين السنين من بداية تاريخها، كذلك الأرض أخذت نصيبها من السحق. اليوم نماذج فوهات البراكين الناشئة فقط التي يتراوح عمرها ما بين 20,000 و50,000 سنة كالتي تتواجد في أريزونا هي الوحيدة التي ما زالت صامدة على الأرض. لقد اختفت غالبية فوهات البراكين القديمة، لكن من المستحيل ألا تكون موجودة منذ 3.5 مليار عام. نحن نتحدث عن حوالي 20 إلى 40 ألف فوهة بركانية قد تملك القوة الكافية لتغيير الأوضاع العالمية.
من أين قد يأتي هذا العدد الكبير من الأجسام المقذوفة؟ لدينا ضمن الفوهات البركانية آثار كيميائية عن الأجسام التي أنتجتها وهي تشير إلى الحزام الكويكبي. يبدو أنها متطابقة. الأجسام التي ضربت القمر مرة هي منسقة كيميائياً مع الصخور التي عثر عليها في الحزام الكويكبي، لذا من المؤكد أن هذا هو المكان الذي أتت منه. لكن اليوم غالبية الكويكبات تدور في مدارات ثابتة، ولا شيء واضحاً في أنها قد تجبر الآلاف منها على الخروج من الحزام الكويكبي إلى داخل المنظومة الشمسية، لذا كان القصف طيلة عقود لغزاً علمياً. في العام 2004 حقق هالفيسون اكتشافاً. توصل من خلال عمله مع الفريق الدولي إلى نموذج جديد عن تشكيل المنظومة الشمسية. كأن النور ينطفئ وتجلس في مكتبك قائلاً: حللت المسألة، المسألة التي يعمل لحلها العديد من الناس، وأنا الوحيد في تاريخ البشرية الذي فهم هذا الجزء الصغير من المسألة التي نحن كلنا نسعى إلى حلها. تفترض فكرة ليفيسون أن الكواكب قد تكونت في مدارات مختلفة جداً ثم انتقلت من بعدها. تعتقد غالبية العلماء أن المنظومة الشمسية كانت ثابتة ومتوقعة نسبياً، لكن العديد من الخبراء يعتقدون أنها فرضية خاطئة. هذا يعترض الحكمة التقليدية. لعل الفلكيين فكروا دوما في أن الكواكب تشكلت حيث هي موجودة اليوم. هذه المحاكاة العددية التي تظهر أنها هاجرت مسافة كبيرة حتى أنها صادفت عن قرب ما تسبب في تبديل ترتيبها هي فكرة جديدة ومروعة. في محاكاة ليفيسون إن كوكبي عطارد والزهرة قد شدا بعضهما بعضا مع اقتراب مداريهما من بعض، لكن هذه التجاذبات اختزلت بالكامل. فقط عندما طوق كوكب عطارد الشمس مرتين مقابل مرة، طوق فيها كوكب الزهرة الشمس. يبدو أنه حينها يحصل شيء دراماتيكي. هذا ما يطلق عليه اسم مرتين مقابل مرة رنين، وقد حصل هذا منذ زهاء 4 مليارات سنة. هذا الوضع النسبي هو ما يجعل الكواكب تهز بعضها بعضاً. بدل أن تلغي بعضها بعضاً، تشد جاذبية الكوكبين ثم تعمل في الاتجاه نفسه. بالنسبة إلى ليفيسون، الأمر أشبه بدفع الأرجوحة، ترتفع الأرجوحة أكثر دفعة تلو الأخرى. بالنسبة إلى كوكبي عطارد والزهرة، فإن كل دفعة جاذبية تمدد مداراتها حتى تبلغ أنماطها الحالية، لكن للعملية تأثيرها المشؤوم على الكواكب الأخرى. إن كوكبي أورانوس ونبتون لا يحتملان هذا مطلقاً، يقذف أحدهما الآخر إلى الخارج، أما الآخر فيقذفه إلى الداخل فيلتف بسرعة حول كوكبي عطارد والزهرة. استناداً إلى النظرية، يمكن لكوكبي أورانوس ونبتون تبادل الأماكن وإبعاد مجموعات الكويكبات المحيطة بها إلى مدارات أخرى فيما تسير. إنها وصفة كارثية. تقذف بعض الكويكبات إلى الفضاء الخارجي بينما تدفع أخرى نحو الشمس، وترتطم الآلاف منها بالكواكب الداخلية وقمر الأرض. تبدو أشبه بالتحول العشوائي غير المحتمل، لكن البرهان يقترح الآن أن هذا قد حدث بالفعل. قد لا يحدث اليوم أبداً. كوكبا عطارد والزهرة